هي هيك آلي؟ يعني فطنة قالت إنه هدى رح تجيها رزقة كبيرة؟ إيه والله ابن عمي، قالت لي جايتك رزقة كبيرة كتير كتير، حتى اسأله وقالت لي إنه أنت اللي مدللة عن زوجك. إيوه خير إن شاء الله. وأنت لطفية خالو، شو طلع بكفة؟ قالت لي إني رح أتعتر بحياتي. شو ها؟ رح تتعتري؟ يا حبيبي أنا ناقصني، إيه أنا قلبي من العجور منجور، ناقصني تعتير. وأنت شو دخلك بتعتيري ابن عمي؟ شلون شو دخلني؟ مو أنا زوزك وأنت مرتي ورح تتعتري وكلياتنا نتعتر ويلا على تعتير. إيه بس قالت لي رح تفرج بعدين. وشلون بدها تفرج دخلك؟ قالت لي إني رح جيب لك الصبي اللي يحمل اسمك. هي هيك قالت؟ بلى. يا رب يا رب دخيل اسمك يا رب بالولد يا رب شوك. وانتي فايزي شو طلع بكفك؟ ليش هيك عم تضحكي انتي وياها؟ شو فايزي شو طلع بكفك؟ ما طلع شي، بنوب بنوب. شو ها؟ ما طلع شي؟ المخلوقة قالت انه ما في شي. ما في شي هيك مهناح مهناح بطيخة صيفي يعني هيك؟ أبداً ما في شي. آخ خير إن شاء الله. اسمعي أنت وياها وياها، أنا هاي الخزعبلات ما بآمن فيها، وهي فطنة ولا بقى تفوت لعنا على البيت أبصر شو بتكون سيرتها. عم تسمعوا؟ عم نتسلى ابن عمي، نحن منعرف أنه علم الغيب عند رب العالمين. ونعمة بالله. يلا قوموا قوموا حطونا عشاء مرمرتنا، قوموا يلا. اليوم دور هدى. لا دورك أنت فايزة اليوم. هلا لا تبلشوا لي الكوانه تبعكم، حفظنا. قوموا انتوا الثلاثه اعملوا عشاء، يلا قوام تحركوا، يلا يلا خدي. يا بي. نعم يا عمي. شو صار اليوم بغيابي؟ ما صار شيء. صار شيء؟ لا ما صار شيء، بس اجت هي نفسها اللي بتقرا بالايدين. ايوه وحكت نفس الحكي يلي قالته امك وخالاتي. ايه والله يا بي، امي وخالاتي ما زالوا عليك بكلمه. ايوه ايه منيح، بس يا بي هيك ما بيمشي الحال، شنكولي قدر ناكل اكثر، شنكولي ياهم. امك يا بي. ايه روحوا يا بي، روحوا العبوا لبين ما يصير العشاء، روحوا. ما في شيء منه واجبك ابو شوكات.